بعدين يا حاج انا ورايا شغل. انا يا اخويا مش عارفه عرسان ايه دي. اسكان يا اخويا بيعمل فينا كده من اولها، امال بعد كده يا اخويا هيعمل فينا ايه؟ اختي الغايب حجته معايا منوسه. اقعدي ساكته بقى، منوسه عندها حق على فكره بقى قله قيمه بقى. معلش عادل بقى اصبر شويه يا اخي، كل تاخيره فيها خيره، وادينا قاعدين بنشرب سجاير اهو، في ايه؟ لا يا عم حسين عيب، يبقى الحاجه قاعد وانت قاعد وانا قاعد مستنيين حته عيل هتيه لا طعن عشان يقرا فاتحه. حد معاه نمره العيل ده؟ انا اعرف له حاجه يا عم عادل، ده انا حاسس ان معزوم غلط في الليله الزرقاء دي. ادي البنات وخلفتها يا سيدي، خلفه عر مالها بقى خلفه البنات. اترفي يا بنت الواقي لحسن اقوم. الواد ما جاش ليه يا بنت؟ ما اعرفش يا عم. هات رقم. رقمه؟ انا ما عنديش رقمه، انا ما اعرفوش قبل كده والله يا عمي. هات تليفونك. تليفوني؟ هات تليفونك بقول. حاضر حاضر. كباما هارت على اساس يعني ان ابوك ما يعرفش انجليزي؟ والله يا خايبه. الو قفل ابن السرمه لما سمع صوتي. الواد ده مش واخد ميعاد عشان يجي يخطبك؟ ما جاش ليه؟ والله ما اعرف يا عمي. الواد ده ساكن فين؟ هو مش عرفني. انت هتنطقي ولا هنلاقيك على الحيطه؟ حارة ناصر، حارة ناصر تاني حارة بعد الورشة. طيب مين فيكم فتح؟ ترى صاحبك. سلام يا فتحي، هبعتلي عليك وقت تاني. ها سلام سلام، اجي لك ربنا معاك. بتحكي سلام ولا طعن؟ انا والحاج سعد الحديدة مستنيينك. طب اتصل الغي الميعاد، موت الجوازة من اصله. في ايه بس يا عم عادل؟ افهم بس في ايه؟ انت قاعد عبيط؟ انت مش بتكلم الناس عشان تيجي تخطب بنتهم؟ شارع بعد ولا عمال بعيد؟ والله العظيم ولا اي حاجه يا عم عادل من اللي انت بتقوله ده. انا الموضوع ما فيه بس ان ابويا مش موافق على الجوازه دي من اصله، عشان عايز يجوزني بنت عمي، وحلف عليا والله 100 يمين ما هيساعدني في جوازه موسى خالص. وانت لا تفكر ان احنا هنموت عليك، ما في داهيه. ما ينفعش يا عم عادل، انا لازم اتجوز موسى. لازم ليه؟ بحبها والله العظيم بحبها. أنا خايف منك، بس أنا هقول لك على حصل واللي يحصل يحصل. أنا غلطت مع موسى، واللي عايز تعمله فيا أعمله، بس أنا والله العظيم عايز أصلح غلطي. واللي حصل إمتى؟ من سنة بس كده تقريبا. أبوك عارف؟ والله العظيم ما حد يعرف أي حاجة. ما قلتلوش ليه؟ أبويا مطلع أمي من زمان ورمينا والله، واتجوز واحدة تانية غيرها. أمك فين؟ هي كمان متجوزه، وجوزها حلف عليا ان انا ما اروحش عندهم البيت. انا جاي اتجوز ازاي؟ جاب صحتك ياض؟ هو كل اللي عمله لي والله كاتب لي حته شقه في بيته اللي في فيصل، وقال لي ان ده تمامك ومش هعمل لك اي حاجه تاني. والله العظيم بحب الموسى. بتشتغل ياض؟ في مكتبة عيسى، بنزل كام يوم كده والايام التانية زي بتحشش. مش مدمن والله، بشرب تفاريحي بس كده. هعمل معاك الصح، بس هتطلع بقى خروف. لا والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. تجيب طقم جديد وبكره تيجي تخطب البت لوحدك. ابوك وامك فين؟ عندهم ظروف مجوش. موضوع الشغل انا هظبطه لك. حاضر. انت رجولي يا عم عادل والله. تعمل حسابك شهر واحد وتكون متجوز.
انا هرتب لك كل حاجه. هتطلع معايا راجل هكون في ظهرك. واوعى البت نوسه تعرف حاجه من اللي ضربني. لا ما تقلقش والله، والله العظيم ولا اي حد يعرف اي حاجه. انت تمامك اقطع رقبتك، بس الحاج سعد ما يستاهلش يزعل لحظه واحده على شويه عيال صغيره. والله العظيم ولا انا اقدر ازعله ولا ازعلك، والله بحبها وكنت جاي لولا ابويا هو اللي مات الكلام. مات الكلام. مع السلامة يا عم عادل. والله العظيم ما تقلقش، بكرة هتلاقيني عندك. خراد تعال. ده ضفته اهو. بجد؟ حلو الشكت؟ كان ب90 جنيه، فصلته وخدته ب70. ما هو كله يعني من خيرك يا عم عادل. لا يا خفيف، هو ان شاء الله هيبقى من خيرك، اعمل حسابك انت من بكره معايا في المكتبه. انت تأمرني يا عم عادل، اللي تقول عليه يمشي على رقبتي. قول لي انت شقتك ناقصها قد ايه؟ يعني حوالي كده 5000 جنيه، وبعدها تبقى 100 فل و10، بس انت بقى وشطارتك معايا يا عم عادل تقنعني الحاج سعد ان هو يكمل معايا في عرشه. مالكش دعوه خالص بالحاج سعد. انا هدفعهم لك. ازاي؟ سلف، هيتخصم من ماهيتك. وربنا انت رجوله يا عم عادل. يلا قدام نجرب. يلا بص يا ابني، انت جاي تاخد بنت الحاج سعد حديده. اقدم بنت في الحته، ما حدش شاف كعب رجليها. دي في عينيا يا عم سعد. المشوار ده مش بلاده خالص يا عادل، خالص نهائي. الواد جاي مالت لا اب ولا ام ولا واحد من الجيران. اهدى يا حاج. مش واد. اهدى يا حاج، الواد رجوله ونظامه. اهدى بس. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. مبروك يا روز. حسب سوسو. مبروك فيك يا عم. اقعد اقعد يا حبيبي. بص بقى يا فتحي، احنا باذن الله هنجيب المطبخ والطنجره وانت تفرش بيت الشقه، وده العرف اللي ماشي. ونجيب لك بقى النجف والسجاجيد ونركب لك في كل اوضه مكيف. ترى ايه يا عم عادل؟ ده اللي ما يبص من الغربال يبقى اعمى. الراجل جايب دبله ب80 جنيه. راجع حسين. حاضر يا اخويا. طالما الاتنين بيحبوا بعض يبقى محلولة ان شاء الله. حب ايه يا اختي اللي انت بتقولي عليه ده؟ وانت كمان يا سعادة، عرف يا اخوة اللي انت جاي تتكلم معانا عليه ده؟ كله هتجاب يا ام نوسة، مش كده يا عم فتحي؟ ها؟ ما هو اصلا اهو ما قوم يالا. تعال قوم يا حبيبي. ثواني يا حاج قدامي. اما ده هيضربه ياما. بس يا بنتك الضربة في قلبك. خش. تعال بنخيب. احنا قد مش متفقين على كل حاجه يالا؟ يا عم عادل انا خايف، خايف اوعدهم باي حاجه وما اقدرش اعملها. انا قد مش قايل لك انا هظبط كل حاجه. الصراحه كمان انا خايف اطلع عيل صغير في نظرك انت. ولا ما تحورش، العيال الصغير مصيره يكبر على حمك، وفوق معاه بقى بدل ما ادفعك كف هجيب اجلك. يا ريت يا عم عادل، انا حتى نفسي اموت وارتاح من اللي انا فيه. يلا استرجل ياض. ده انت لسه بتقول يا هادي، وحد بكره عارف فيه ايه؟ بعدين انا في ظهرك. عم عادل انت جدع يا عم عادل. ما يغركش، انا بعمل حبتين دول عشان بنت الكلب اللي بره دي، ولولاها انا كنت علقتك عندي هنا على الحيطه. اتفضل قدامي، واللي يقول عليه الحاج سعد تقول عليه امين. امين. يلا تعال يا فتح. تعال اقعد يا فتح. حاسب يا سوسو. شوف يا حاج، دلوقتي فتحي رسانا على كل الحوار. دلوقتي الواد جاهز، يعني كمان اسبوع ان شاء الله نكتب، وكمان شهر يدخل يكون خلص الشقه. كلام حلو، بس يعني الا سي فتحي انت هتجيلنا تاني مالت برضك؟ لا مؤاخذه حق، يعني من غير لا اب ولا ام ولا ده احنا ما نعرفلكش اهل يا ابني. سعد الواد دلوقتي ابوه وامه منفصلين، فلو عرف يجيب حد خير وبركه، لو ما عرفش احنا بنشتري راجل. ولا يا فتحي؟ امين امين يا عم عادل، اعتبروني ابنكم. انا حتى يعني بقول الحمد لله ان ربنا بعتني وسط اسره سعيده هبقى واحد منهم، يعني الحاج سعد هيبقى ابويا وانت اخويا الكبير يا عم عادل. حلو قوي بقى الكلام ده. احنا نقرا الفاتحه بقى. فاتحه ايه يا حسين؟ ما احنا قرينا الفاتحه على الكلام الجديد يا عادل بتاع العفش والاجهزه، هو ده العرف. انا الكبير وعارف، بنقرا الفاتحه. بقول لك ايه اقعد. حاضر. بص يا ابني، انا قبل ما اديك اي كلام في الموضوع دوت انا لازم اتكلم مع اخويا كلمتين على جنب. لا مؤاخذه هقول لك، بس يا عم تعالى الله يسترك يا عم، ده وقته. تعالى
خير يا حاج في ايه؟ ايه اللي فيه ايه يا عادل؟ ايه التلبسه السوداء اللي دبستها لاخوك الكبير ده؟ في حاجه اسمها اوضه نوم واجهزه كهربائيه؟ الله، ما انت عارف البير وغطاه، هجيب منين؟ انا فلوسي كلها في السوق. الدنيا تمام يا حاج، ما تعتلش هم، انا هدفع وان شاء الله لما ربنا يسهل لك بشيل انت. بس ورحمه ابوك، دي فلوس الحاج سني ولازم ترجع له. عيب يا عادل، انت تعرف ان اخوك ياكل حق حد. بس هي المشكله برضو اللي ملخفناني، انت مستعجل قوي كده ليه؟ ده البنات لسه صغيره. جواز البنات سطر يا حاج، الدنيا ما بقاش ليها امان. معلش يا عادل، الحمل بقى على كتفك تقيل قوي، بس انا عارف انك هتداوي دود. لعلمك بقى يا حاج، انا مستبشر خير ان شاء الله، وحاسس يعني ان بكره حلو قوي. بس حاجه عجيبه يا اخي، ربنا نفخ في صورتك واداك، مع ان انا شايفك طول عمرك عيل صايع وضايع، وبالنسبه لي حداد فاشل ملوش اي لازمه. يلا يا حاج عشان العريس مستني بره. يلا طيب، ما نبقى نكمل بعدين. تعال.